ذهبت كاميرا مصر في يوم إلى الشرقية رصدت هذه الحالة، بيع وشراء على حافة الموت، بيع وشراء قد يفاجئ الموت المشتري أو البائع قبل حتى دفع الثمن. كارثة تتجدد كل يوم نضعها أمام محافظ الشرقية الجديد. نشاهد. يعاني الآلاف من أهالي مركز فاقوس محافظة الشرقية من مأساة حقيقية بسبب مزلقنات الموت التي احتلها الباعة الجائلون، الأمر الذي جعل المواطنين هناك يعيشون في رعب بسبب وقوع أكثر من 10 حوادث وفاة حتى الآن. كان في قطر نوت معدي تمام، والرصيف نفسه طار من على الأرض، وسبعة انفار توفوا وأربعة اتصابوا. احنا عايزين بس محافظ يزرع ربنا فينا وفي الناس اللي فرشه ديت ويعملوا لهم محلات، ده اللي احنا عايزينه منكم. مزلقان الموت، ناس شباب وضحايا وناس كبيره، ده مكان الارزاقيه ما قلناش اي حاجه، بس هم يشوفوا لنا مكان الناس تفرش فيه، ما كل الناس ديت ناس ارزاقيه وعايزه برضك تشوف مكانها واكل عيشها. هاتوا لنا مكان واحنا مستعدين نطلع نجري. اي مكان لو حطونا في اخر الدنيا هنروح. عشان خاطر الناس الغلابه تاكل وتفتح بيوتها وتاكل عيش. سبقا لقي عده اشخاص مصرعهم تحت عجلات القطار ولكن لم يتعظ احد من الباعه، واما عن اهالي المنطقه فيطالبون المسؤولين بالتدخل الفوري لتطوير هذه المزلقنات واجلاء الباعه الجائلين الذين يفترشون القضبان. بائعين الجائلين دول انت لما تحافظ عليهم بتحافظ علينا كلنا كمشتريين، وكان بنعدي وبنعمل، بيجي قطر وانا واقفه بشتري معايا طفله معايا ابني بنت بنتي، فبضطر انا بتلخبط ابص على العيل ولا القطر اللي جاي، فانت علشان البياعين دول تلاقي لهم مكان بتحافظ علينا كلنا. مجلس المدينه عامل محلات وعامل سوق للناس، والناس هي اللي عايزه تضلها قاعده هنا. حتى القطر ما بيعرفش يمشي، وكل مكان فيه سوق في البلد، حتى وسط المكان من هنا الميدان محدش بيعرف يمشي منه. مش عيب ولا حرام لما يشوف لهم مكان يقعد ياكلوا فيه رغيف عيش بالحلال، والمزلقان ده يشتغل عشان ده سره البلد. المطالبه بالبوابات الالكترونيه على المزلقنات واجلاء الباعه الجائلين من على قضبان السكك الحديديه اهم مطالب الاهالي هنا في فاقوس لتفادي وقوع الكوارث القادمه. محمد سعد، قناه دليل.